المطلوب من الآن أن نجد قيمة X. إذا لدينا الجذر التربيعي للمقدار 5X تربيع ناقص 8 يساوي 2X. لدينا الآن معادلة جذرية معزولة، وأول خطوة بسيطة يمكن القيام بها الآن أن نقوم بتربيع طرفي المعادلة. لنبدأ إذن بتربيع طرفي المعادلة. الآن إذا قمت بتربيع الجانب الأيسر سيصبح الجذر التربيعي ل 5x تربيع ناقص 8 يساوي 5x تربيع ناقص 8 وفي الجانب الأيمن 2x تربيع تعادل 2 تربيع ضرب x تربيع ويساوي 4x تربيع، فيصبح لدينا معادلة تربيعية. ولنرى ما يمكن فعله لتبسيطها قليلا. حسنا، يمكننا أن نطرح 4x تربيع، أو بشكل أفضل من هذا دعونا نطرح 5x تربيع من كلا الطرفين حتى نقوم بتجميع كافة عبارات x على جانب واحد. إذن سنطرح 5x تربيع الآن من طرفي المعادلة. سنطرح 5x تربيع من طرفي المعادلة. في الجانب الأيسر يلغى هذا، وكان هذا كل شيء، وتبقى لدينا ناقص 8 يساوي 4x تربيع ناقص 5x تربيع، أي ناقص x تربيع هكذا. ومن ثم يمكننا أن نضرب طرفي المعادلة بناقص 1 فتصبح تساوي 8، أو يمكنني أن أقسم على ناقص 1 كيفما شئت. هذا ضرب ناقص 1 ضرب ناقص 1، ونحصل على 8 تساوي x تربيع. والآن يمكن أخذ الجذر التربيعي لطرفي المعادلة. إذن لنأخذ الجذر التربيعي لطرفي هذه المعادلة، الجذر التربيعي الموجب لطرفي المعادلة طبعا. فعلى ماذا سنحصل؟ في الجانب الأيمن سنحصل على x تساوي الجذر التربيعي لثمانية، ويمكننا أن نكتب ثمانية بهذه الصورة. الجذر التربيعي لإثنان ضرب أربعة، وهذه تكتب على هذا النحو، الجذر التربيعي لإثنان ضرب الجذر التربيعي لأربعة يساوي x. لا أحب اللون الأخضر هنا، ولكن ما هو الجذر التربيعي لأربعة؟ إنه 2، إذن هذه 2، بالتالي هذا الجانب سيساوي 2 ضرب الجذر التربيعي لإثنان يساوي x. الآن دعونا نتحقق من أن هذا هو حل المعادلة الأصلية. سنقوم بتعويض هذه القيمة في الجانب الأيسر من المعادلة. إذن لدينا 5 ضرب 2 الجذر التربيعي ل 2 تربيع، 2 الجذر التربيعي ل 2 الكل تربيع ناقص 8. والآن سنستخرج الجذر التربيعي لكل هذا، وسيساوي، سنقوم بالتركيز على الجانب الأيسر فقط، تساوي الجذر التربيعي ل 5 ضرب 2 تربيع، أي 4 ضرب الجذر التربيعي ل 2 تربيع ويساوي 2 ناقص 8. فيتكون لدينا 5 ضرب 4 يساوي 20 ضرب 2 يساوي 40، ثم 40 ناقص 8 يساوي 32، إذن يساوي الجذر التربيعي ل 32، والجذر التربيعي ل 32 يعادل الجذر التربيعي ل 16 ضرب 2. الجذر التربيعي ل 16 هو 4، وهذا نفسه كالجذر التربيعي ل 16 ضرب الجذر التربيعي ل 2، أو 4 ضرب الجذر التربيعي ل 2. وهذا هو تبسيط الجانب الأيسر عندما وتذكر أن المعادلة الأصلية لا تحتوي على هذه المربعات، فإذا أمعنت النظر في الجزء المكتوب باللون الأخضر الموجود في الجانب الأيسر ستجد أنني قد قمت بتبسيطه إلى 4 جذر 2. لنرى الآن كيف يمكن تبسيط 2x. إن الجانب الأيمن في المعادلة الأصلية عبارة عن 2x، الأقواس والتربيع يمكن إضافتهما لاحقا. إذن كم تساوي 2x؟ 2 ضرب 2 الجذر التربيعي ل 2. حسنا، تساوي 4 ضرب الجذر التربيعي ل 2،
فعندما x تساوي 2 الجذر التربيعي ل 2 فالجانب الأيسر يساوي 4 ضرب الجذر التربيعي ل 2، وتذكر أن الجانب الأيسر يبدو كما كان في البداية، لم يكن الجانب الأيسر يحتوي على هذا، أريد أن أوضح هذا. عندما تقوم بتعويض هذا في الجانب الأيسر نحصل على 4 ضرب الجذر التربيعي ل 2، وعندما نقوم بالتعويض في الجانب الأيمن من المعادلة الأصلية نحصل على 4 ضرب الجذر التربيعي ل 2. إذن بلا شك هذا هو الجواب الصحيح.